بكم، انا احمد عبد الرحمن. هنتكلم على بروكسيمال سوبرا فينتريكولار تاكي كارديا باثولوجي. دلوقتي عندنا في فاست باث واي باللون الاخضر في الاي في نود، وفي عندنا سلو باث واي باللون الاحمر في الاي في نود. الكهرباء بتعدي فيهم هما الاثنين. الاشاره الكهربائيه بتيجي من الاس اي نود، بتعدي في الفاست باث واي بطريقه اسرع بكتير جدا زي ما احنا شايفين في الفيديو من السلو باث واي، وبتسيب وراها ريفراكتوري بيريود بتمنع الكهرباء اللي جايه من السلو باث واي انها تعدي، فتنتهي هذه الكهرباء وتفانش. اللي بيحصل بعد ما الريفراكتوري بيريود بتنتهي زي في الصوره، في وقت حرج جدا بيطلع نقطه من الاتريوم تطلع كهرباء. الكهرباء ديت بتمشي في السلو باث واي، وبعد كده بتفضل الكهرباء دي تبدا ماشيه تمشي في شكل سيركت حوالين الاي في نود، فتنزل كهرباء للفنتركل زي ما احنا شايفين الفيديو، وبعدين تطلع كهرباء ثانيه للاتريوم، وتفضل السيركت دي موجوده حوالين الاي في نود ما تنتهيش، لان عمال ما بتكون الاشاره الكهربائيه لفت حوالين الاي في نود بتكون الريفراكتوري بيريود خلصت، فتبدا تمشي وتلف في دايره لا نهائيه، فالاتريوم والفنتركل ينقبضوا في نفس الوقت وما يبقاش في بي ويف في الاي سي جي.